Thank you. I now give the floor to International Service for Human Rights. السيد الرئيس، السادة الحضور، باسمي روابط ميثاق الحقيقة والعدالة وأمهات المعتقلين وأهالي المغيبين قسرا في سوريا والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، نشكر لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية على تقاريرها. لقد أكدت اللجنة في تقاريرها السابقة لا نهاية تلوح في الأفق، حيث تستمر أنماط واسعة النطاق والممنهجة للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الإخفاء القسري. أود أن أعرب عن مخاوفنا على مصير المتظاهرين على جميع الأراضي السورية الذين يطالبون بالحرية والعدالة وأطلاق سراح المعتقلين، بأن يكون مصيرهم مشابها لمصير من تم اعتقالهم وإخفاءهم قسريا. إن النظام السوري لم يتوقف عن سياسات الإخفاء القسري والاعتقال والتعذيب في سجونه رغم كل إدعاءاته ومزاعمه، ولم يتقدم بأي خطوة إيجابية تجاه هذا الملف. نحن كروابط ميثاق الحقيقة والعدالة طالبنا بإنشاء آلية دولية مستقلة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، وبعد أن تم إنشاء هذه الآلية نشدد على توصية اللجنة بتمويل المؤسسة الجديدة المعنية بالمفقودين، لا سيما فيما يتعلق بدعم عائلات المفقودين. نطلب من الدول دعم هذه المؤسسة سياسيا وماليا وضمان تحقيق هذه المؤسسة حتى تستمر بعملها. شكرا لكم ولاهتمامكم ومساندتكم هذا الملف وقضيتنا الإنسانية.